أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار المحلية من تلفزيون الأجواء. بداية، أشرف والي ولاية الجلفة على يوم الهجرة للأسرة الثورية من دار الثقافة ابن رشد، حيث تمت دقيقة صمت على روح ضحايا أحداث مجزة 17 أكتوبر التي أقرها رئيس الجمهورية. التغطية للزميل رضوان غالمي. 10 أكتوبر سنة 1961 حدثا تاريخيا يخلد كل عام بفضل ما يحمله من دلالة لما قدمته الجالية الجزائرية في المهجر من دعم للثورة في مراحلها الأخيرة رغم بعد تلك الجالية عن الوطن. واتصفت تلك المظاهرات بمسيرات سلمية في باريس وضواحيها، غير أن قوات القمع الفرنسية واجهتها بعنف شديد وشراسة غير مبرر. Vous savez, on parle toujours du 17 octobre 61, mais moi je parle de toute l'année 61, parce qu'il faut se rendre compte que l'année 1961, c'est une année qui est vraiment atroce à Paris, en particulier dans la région parisienne, pour les Algériens. دقيقة صمت على الساعة 11 من كل يوم 17 أكتوبر تخليدا لهذه الذكرى الماجدة الخالدة العزيزة على قلوبنا، وأيضا لترسيم ذاكرة الثورة الجزائرية التي لا ولن تنسى عبر الأزمان ولا عبر التاريخ، والتي تبقى خالدة فيكم. اغتنموا هذه السانحة المجاهدين وأمهات المجاهدات وقفة إجلال وإكبار على كل ما قدمتموه من تضحيات من أجل استقلال الجزائر، ومن أجل أن نعيش نحن في كنف الحرية وفي كنف جزائر العز والكرامة، كما أترحم مرة ثانية على شهدائنا الأبرار. أحيت ولاية جيجل الذكرى 60 لمجزة 17 أكتوبر 1961 التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في حق مواطنين أبرياء. راح جراؤها 100 الضحايا والمفقودين بنهر السين بباريس. أين أشرف والي ولاية جيجل على فعاليات أحياء هذه الذكرى التاريخية بحضور السلطات المحلية الأمنية والعسكرية، الأسرة الثورية والسادة نواب المجلس الشعبي الوطني، والتي احتضنتها بلدية العوانة تحت شعار أكتوبر التلاحم درس في الوفاء. تغطية الزميلة جرفي سهير. يوم عظيم من عظمة هذا الشعب الأبي وهذه البلاد العظيمة. هذا اليوم هو يوم الهجرة الذي يصادف كل عام 17 أكتوبر. وتعلمون أن هذا اليوم أيها الأحباب الكرام، أيها الكرام، أيها الحاضرون، إنه يوم من تضحيات هذا الشعب العظيم. محمد ولد الشهيد مديون محمد ابن علي وحفصة صافية سنة 1940 بالعوانة. نشأ في أسرة بسيطة الحال، مهنته الفلاحة والعمل اليومي. الوطني للهجرة المصادف لذكرى 17 أكتوبر 1961. هذه الاحتفالية وكلنا نعلم أننا نحتفل بها تخليدا للشهداء، شهداء المجازر التي عاشتها باريس في فرنسا عام 1961. لدينا هنا الشهيد قيراط محمد صالح، وأيضا هناك العديد من شهداء المنطقة. يتذكر الجزائريون بعد 60 عاما أحداث 17 أكتوبر 1961 التي ذهب ضحيتها المئات من أهاليهم على يد الشرطة الفرنسية. تاريخي كبير طبعا. قائد القطاع العسكري بتسليم السيد ابن الشهيد. بلديتي نزعمنا في إطار إذا يتم بيدي الأدنى تسليم التكريم و
أن أعوانا ونعوذ بيدك. شطر بدلوها ووقفوا جنبا إلى جنب رجلا واحد مواطن من أجل حماية أرواح الشعب هنا في الولاية. كانت لهم طبعا حرية الشعبية مفترضة في حق بنات وأبناء الشعب الجزائري في ذلك. أحيت ولاية ميلا ذكرى 60 لليوم الوطني للهجرة المصادف ل 17 أكتوبر من كل عام بحضور والي الولاية والسلطات المحلية المدنية والعسكرية والأسرة الثورية ورئيس المجلس الشعبي الولائي. وفي ذات المناسبة أعطى والي الولاية بمشط أبو جرار ببلدية زغاية إشارة انطلاق التحسين الحضري للمشط، ووضع حيز الخدمة لمشروع ربط المشط بالغاز الطبيعي يمس 150 عائلة. تغطية تعية السافي. كيف دين لو كان مدير مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز ميلا، اليوم قمنا بوضع حيز الخدمة لمشروع تجديد الغاز الطبيعي لمشط أبو جرار بلدية زغاية ولاية ميلا. الأشغال انطلقت في 31 أود 2020 من مؤسسة بيدي. عدد يعني الكميات المنجزة اللي هي تقريبا سبعة طول الشبكة هو 7 كيلومتر شبكة التوزيع. عدد المساكن أو العائلات المستفيدة 234 عائلة. القيمة الإجمالية للمشروع هي 14 مليون دينار زيد لها مساهمة مؤسسة شركة توزيع الكهرباء والغاز ب 35%. قيمة التوصيلة يعني في المشروع هذا هي حوالي 6 ملايين سنتيم. قيمة ومساهمة الزبون 17000 دينار و 17500 دينار. إذن هذا العملية عندها تأثير، هي تحسين الإطار المعيشي للمواطن ورفع نسبة التغطية بالغاز الطبيعي على مستوى الولاية. أنا فرحانين بزاف. تهنيتهم القرعة. الحمد لله، أنا فرحانين وتحية للجزائر. ودرك هم جاو شنو النار الغاز بصح في الديار ومازال ما بداش يمشي. المهم نتسناو إن شاء الله درك يبدا يمشي، ما عرف على شهر ولا 15 يوم ولا. المهم نتسناو إن شاء الله من الأزمة تاع الغاز. مزوفري والله كرهنا من قرعه الكاز هذيك قدام سنه وحنا نعانيو معاها، ودرك الحمد لله ان شاء الله بالك تحسن الامور ان شاء الله. ولي طوندير ما كملوش كامل مشتا كامل صح، هذه البارتي هذه صح داروا لها بصح من اللي ما كانش نتمناو في اقرب وقت باش يغفلوا علينا. تسمى اللابينه الاولى راهي تحطت باش تتهناو من فوالا مسح قال لك مازال لي بروبليم تاع لي كونتور كبيره. نقول لك الحمد لله الحمد لله الدولة ديها واقفة وراها تدعم ما نعطيك الضل سمعتوا، ونتمناو يتواصل كلش تكمل النقائص اللي مازالوا كيما الطرقة الروال أكثر هي الحضارية. أشرف والي ولاية عين دفلا على مراسم الاحتفال باليوم الوطني للهجرة والذي جسدت فعاليته ببلدية البطحية المجاهدة، كما تم بالمناسبة تدشين مشاريع منجزة ببلدية البطحية والحسنية. تغطية الحاجم زاكو ومراد دلوسي. تخليدا لليوم الوطني للهجرة المصادف لذكرى 17 أكتوبر 61 900 ألف، حتى لا ننسى مجازر المستثمر الغاشم في حق المهاجرين الجزائريين، اختيرت بلدية البطحية بولاية عين الدفلة لاستذكار جرائم فرنسا واستلهام العبر من محطة هامة في تاريخ الجزائر الشامخة بما فيها هذه الدولة. 17 اكتوبر ما تقدرش تمحيه انت ولا نمحيه انا ولا نمحيه بكلمه كما قال رئيس الجمهوريه، كلمه طيبه هذه ذاكره الشعب لازم احنا نعرفوا قيمتها. والحمد لله اليوم رانا مع بعضنا ولاول مره نديروا دقيق تسمت على ارواح الشهداء اللي ماتوا في نهر السان، والجزائر عندها مستقبل زاهر ان شاء الله. تحت اشراف السيد والي الولايه تحتفل عين الدفله اليوم على غرار باقي الولايات باليوم الوطني للهجره المصادف ل 17 اكتوبر من كل سنه. هذا الحدث الذي سجلته فرنسا في قاموس الجزائر في قاموس الجرائم المرتكبه ضد الشعب الجزائري. حتى الجزائريين اللي كانوا قبل وقت لابسين كانوا في فرنسا، وانا كان كما يقولوا ادربي كانوا كاينين اللي رماوا شعبهم في النيز مع الاستعمار الفرنساوي، ولكن الله وكيلهم ربي هو حذفهم. وكانت الاحتفالية سانحة لوضع حيز الخدمة لدار شباب أحمد بابوري بالبطحية، وكذا تدشين مشروعي التهيئة الحضرية ببقعة لراع وشعبة ياسول ببلدية الحسنية.
ساكن فيك عندنا مشكلة الواد يخرج سلاح نسي الواد الواد ولا دروا يصوروا شحال من خطره يجوا يصوروا بصح يخرج سلاح تحت الديار هاي منا كنت تشوفوه ان شاء الله السنه الماليه الجديده نتكفلوا به بربي ان شاء الله نقول لك نتكفلوا به ذوك في الحين نكذب عليك ما نكذبش عليه ان شاء الله السنه الماليه الجديده 2022 تكفلوا به ان شاء الله تبارك الله وفي الوالد دارنا مشروع خدمنا الطريق يخصنا مشكله الماء قاعه علاج عندنا الواد ويخرج علينا هنا كي يتحمل الواد بزاف يخرج حتى للديار هذا ويبقى تشبث الاجيال المتعاقبه بالقيم النضالية التي تصنع فينا الاستمرار على درب الأحرار بهدف ضمان الوثبة التنموية المنشودة. تمكنت قوات الشرطة بأمن ولاية أولاد جلال من حاجز 17487 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية بمختلف أنواعها موجهة للبيع بطرق غير شرعية، وهذا بمناسبة أحياء ذكرى المولد النبوي الشريف. المراسلة لعيسى شروف. تنفيذا للتعليمات القيادية الواردة إلينا الناصة على تنظيم عملية شرطة مشتركة بإقليم الاختصاص قصد رد انتشار التجار بالمفرقعات والألعاب النارية والتحسيس من أخطار استعمالها، قامت عناصر أمن ولاية ولاد جلال بعمليات مشتركة من المصلحة الولائية للأمن العمومي، المصلحة الولائية للشرطة القضائية، المصلحة الولائية للشرطة العامة، تم من خلالها حجز 17487 وحدة من الألعاب النارية والمفرقعات من مختلف الأنواع والأحجام. بعد استيفاء الإجراءات القانونية تم إرسال الملفات إلى النيابة المختصة إقليميا، والعملية متواصلة خلال الأيام المقبلة لردع أي انتشار لهذه الظاهرة والتحسيس من مخاطر استعمالها. تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطنية بولاية المسيلة من حجز 9800 قرص مهلوس وتوقيف 3 أشخاص. المزيد في مراسلة سعد لاج. في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها وعلى إثر الاستغلال الجيد للمعلومات، تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 3 أشخاص تنشط في الاتجار بالمؤثرات العقلية. أسفرت العملية عن حجز 9800 قرص مهلوس نوع بريغابالين 300 ميلي غرام وحجز هواتف نقالة ومركبتين سياحيتين. فور الانتهاء من التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بوسعادة. بولاية الجلفة تمكن نهار أمس عناصر الفرقة الإقليمية لدرك الوطنية بعين الشهداء من تحرير شخص بعد اختطافه من طرف شخصين قام باحتجازه في مسكن مهجور قبل تكبيره بسلسلة حديدية ووضعه داخل سيارة من نوع نيسان لتحويله إلى ولاية الأغواط حيث تم توقيفهما في حاجز منظم، كما يوضحه رئيس مكتب الشرطة القضائية بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني للجلفة في ميكروفون الأجواء للزميل رضوان غالمي. محمد بوشرذيد رئيس مكتب الشرطة القضائية بالمجموعة الولائية للدرك الوطني بالجلفة. تاريخ 16/10/2021 صباحا تلقت قاعة العمليات لمجموعة الدرك الوطني بالجلفة على رقم الأخضر 10/55 طلب النجدة لتعرض مواطن الاختطاف من شخصين كان مقيد بمنزل مهجور بإقليم بلدية عين الشهداء وأنه حاليا على متن سيارة نفعية نوع نيسان متجه نحو ولاية الأغواط. على إثر هذه المعلومة تم تفعيل مخطط السدود والدوريات للمجموعة، وفي حدود الساعة 1:30 زوالا تم توقيف المركبة بالطريق الولائي رقم 122 من طرف أفراد فرقة عين الشهداء والعثور على الضحية مكبل اليدين بسلسلة حديدية في المقاعد الخلفية للسيارة. على إثرها تم توقيف الشخصان وتحويلهما لمقر الفرقة للتحقيق في ملابسات القضية وحجز كل ما له علاقة بالقضية. عصا خشبية، سلسلة حديدية، قفل حديدي مع مفاتيح، 9 خراطيش عيار 16 ملم، سيارة نوع نيسان، 2 هاتف نقال. ككل سنة مع اقتراب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف،
تشهد أسواق ومحلات ولاية مستغانم إقبالا كبيرا من طرف العائلات المستغانمية لشراء الشموع والحلويات وخاصة الألبسة والمأكولات التقليدية لأحياء ذكرى مولد خير البشرية صلى الله عليه وسلم. التغطية لزميل تواتي بالعربي. شوفي هنا شوف بمناسبة المولد النبوي الشريف كما العادة جينا نشربوا الشمع لأولادنا ونحتفلوا بالمولد النبوي الشريف مع العائلة وإن شاء الله بربي يدخل علينا المولد النبوي بالصحة والهنا وكل عام وانتم بخير والجزائر إن شاء الله بربي كل عام والجزائر بخير إن شاء الله. السلام عليكم، تحياتنا كاع الشعب الجزائري بمناسبة المولد النبوي الشريف. نتمنى يكون قدوة لكل الشباب تاعنا يتبعوا السيرة تاع الرسول صلى الله عليه وسلم وما ندو شوية منه من الحياة تاعه من المعاملات تاعه من العبرة. ورانا جينا هنايا نفرحوا وليداتنا باش نشرو مالغري شوية تبدلت السلعة طلعت شوية بصح الذريريات اللي نشرو لهم الله غالب الفرحة تاعهم تكمل في هذيك. ونتمنى كاع الشعب الجزائري وكاع ناس مستغالي إن شاء الله فوتوا المولد بخير وعلى خير عقوبة العام الجاي إن شاء الله. العام الجاي إن شاء الله نتمنى يكون خير من العام هذا إن شاء الله. نشرو الشمع والحلوى باش نحتفلوا بالمولد النبوي الشريف. المولد النبوي الشريف أتمنى للشعب الجزائري كل عام وأنتم بخير وصحة عيدكم والله يحفظكم والله يعود علينا إن شاء الله بالصحة والهنا. يا جيت شريت عليه صوالح شابين عنده الله يبارك الله يرزقه بالخير ان شاء الله ومرحبا بكم ان شاء الله عندنا هنا في سبيرات الرحمه. كل عاده هذا عادات وتقاليد الاحتفال المولد النبوي الشريف سنه راه زعما حاجه عظمى سنه راه حاجه علامه احنا نذكروا كل عام وحنا بخير وعندنا راكم عند محل سريسر ابراهيم حي 5 جويلية مرحبا بكم عنا ندير لكم الاحتفال نذكركم بمولد النبوي الشريف. اسعار طالعه بزاف اسعار جدا طالعه بزاف بصح مع اللي ليق المولد النبوي الشريف نذكروه لازم على ريتي كاع العام عندي وكاع العام نذكرهم ما نقطعش عليهم العاده. كل عام كل عاده عادتنا وتقاليدنا نحتفلوا بالمولد النبوي الشريف ونفرحوا ولادنا ونفرحوا ارواحنا ونفرحوا والدينا والحمد لله. هاد التقاليد مليحه ماذا بينا ما نتركوهاش ماذا بينا ما نتركوش نبقاو كل عام كيما هاك رانا نشوفوا في الحياه غير تنقص غير بشويه ولكن ماذا بينا ما نتركوهاش ان شاء الله. وبهذا الخبر نصل وإياكم مشاهدينا إلى ختام الأخبار المحلية. إلى اللقاء.